مفيدة الصبح كفطار؟ والله بص، افضل حاجه مفيده الصبح هو الافضل لطبيعه جسمك. يعني مثلا انا قول انت تقول لي والله انا بعمل كذا كذا كذا، انا عندي مرض كذا، عندي مرض كذا، اقول لك افضل حاجه. لكن فكره انا ما اعرفش عنك اي حاجه تخش مره واحده تقول لي افضل حاجه، هقول لك افضل حاجه بالنسبه لي مش بالنسبه لك. تمام فاهم. لا انا اقصد يعني على المستوى العام عموما كفطار. والله بص هقول لك مثلا هديك نموذج كفطار صحي لشخص صحي ما عندوش امراض، ما عندوش اي مشاكل صحيه. تمام. إيه يعني كنموذج لوجبة فطار صحي؟ محتاجين النشويات، محتاجين البروتينات، محتاجين الدهون، محتاجين الفيتامينات والمعادن والألياف والمية. 7 حاجات اهو: فيتامينات، المعادن، الألياف، المية، البروتينات، الدهون، النشويات. تعال نقسمهم كده مع بعض. أول حاجة النشويات، بيحتاجها 50% من الوجبة. النشويات موجودة فين؟ موجودة في قطعة توست او قطعتين توست، على حسب برضو السعرات وعلى حسب طبيعه جسم الشخص ووزنه وطوله والحاجات دي. يبقى احنا اتكلمنا عن العيش او طبعا لو في الغداء ممكن الرز، المكرونه، هذه الاشياء. النشويات بشكل عام انا بنتكلم بشكل سريع كده تبقى فاهم الصوره ماشيه ازاي. يبقى دي كده اول حاجه النشويات. بقى تاني حاجه بنتكلم فيها البروتينات. البروتينات احنا بنحتاجها في الوجبه بتاعتنا بنسبه 20%، يعني اجمالي من اجمالي الوجبه بتاعتنا بنحتاجها بنسبه 20%. 20% طبعا البروتينات بتاعتنا العاديه، الجبنه او اي مصدر البروتين، سواء كان الجبنه، العيران، الزبادي، اللبن، منتجات الالبان بشكل عام، الحاجات النباتيه اللي ممكن يكون موجود فيها ايضا البروتينات. بعد كده بنخش على الدهون. الدهون احنا بنحتاج 70% من الدهون الاحاديه عديمه التشبع. الدهون دي بنقسمها 4 حاجات كمان، بس خلينا الخصها لك كده بشكل بسيط عشان مش هلخبطك. يعني الدهون دي دهون يعني غير مشبعه ودهون مشبعه. خلينا في السهل كده. الدهون الغير مشبعه ديت احنا بنحتاجها بنسبه 70% من الوجبه بتاعتنا. دي ممكن نلاقيها فين؟ بنلاقيها مثلا وليكن في المكسرات، بنلاقيها في زيت الزيتون، بنلاقيها في زيت في البذور زي بذور الشيا، بذور الكتان، هذه الحاجات كتيرة جدا بشكل مختصر كده. تمام. بنحتاج 30% فقط من الدهون اللي هي المشبعة، 30% فقط اللي هي مثلا احنا بنحتاج 30% من ال 100%. ما قصة كبيرة والله العظيم. يا رب تكون فاهمني، يا رب تكون فاهمني. احنا بنحتاج معاك بنحتاجها بنسبة 30%. ال 30% دي بنقسمها نصين، ال 30% بنقلبها ل 100%، وال 30% ديت 70% منها دهون غير مشبعة و 30% دهون مشبعة. عدي النقطة دي عشان مش هلخبطك. بعد كده بنحتاج الفيتامينات والمعادن والالياف. الفيتامينات والمعادن والالياف نقدر ناخدها من طبق السلطه، نقدر ناخدها من مكمل المالتي فيتامين اللي احنا بناخده. يعني السلطه في الفطار بتبقى مفيده. ممكن برضو يعني برتقال، يوسف، جريب فروت، خوخ، مش موز، فواكه متنوعه. يعني الفواكه المتنوعه والخضروات المتنوعه، الخاصه، الجرجير، الكرفس، البروكلي، الشبت، البقدونس، الفجل، الرجله، الكابوتشا، الايس برج، الملفوف، اللهان، كلها حاجات ممكن تكون مفيده، مش شرط نمسك في حاجه معينه. يعني فكره الفيتامينات والمعادن يبقى بناخدها من الفواكه والخضروات بتاعتنا او من خلال المالتي فيتامين اللي احنا بناخده. لكن احنا بنفضل دايما الحميه العلاجيه او الاكل بتاعنا امتصاصه افضل من المكملات الغذائيه او الفيتامينات اللي ممكن تكون بتاخدها من الصيدليه، الا لو كتبها طبيب كنتيجه لنقص معين لتعويض نقص ما. تمام. بعد كده الالياف برضو موجوده في طبق السلطه. الفيتامينات والمعادن والالياف موجوده في طبق السلطه، موجوده في الخضروات والفواكه ايضا بشكل عام. اخر حاجه الميه مش محتاجه تفسير، دي سهله كده. الميه احنا بنحتاجها. الميه دي الموضوع طلع صعب، انا حاسس ان انا الموضوع طلع صعب، انا حسيت ان انت استصعبت. انت بتقول لي وجبه، قلت لك قصه كبيره انا عارف انت بتقول لي كده. هقول لك شرفت بيك يا دكتور، عملت لك على فل. الله يسعدك، ربنا يحفظك، الله يخليك. ماشي، تمرنا باي شيء؟ عندك سؤال تاني عايز نلخص لك شيء معين؟ تمرنا باي شيء؟ تسلم يا دكتور، الله يخليك، في رعايه الله. السلام عليكم. ربنا يبارك لك.